جزاكم الله خيرا. يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، فهل نقرأها دفعة واحدة أم على مراحل؟ على حسب الاستطاعة والإمكان، فإن قرأتها دفعة واحدة هو أفضل وأحسن، وإن جزأتها على فترات فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع والحديث عام. طيب. يشمل من قرأها دفعة واحدة ويشمل من قرأها مجزأة حتى استكملها في البيت.